اسبوع جديد طلعت اسبوع جديده، طلعت الاسبوع ده بيبو. يعتبر من اقدم مطاعم الشرقي في مصر ومسمينه ملك الطواجن، جامد جدا في الطواجن. بس نيجي ناخد طواجن بس ونخلع، مفيش الكلام ده. جيت النهارده طلبت المنيو كله تقريبا، لا مش مثلا عندهم ولا نص نص ولا اي كلام، مش عارف تاكل منهم ايه. بس انا حاطط كلها النهارده شامله كل حاجه، ما ادفش عليها حاجه. عاوزكم طالعه تشيروا لايك القمر، لو عاوزين سبسكرايب لو سمحتوا تعملوا سبسكرايب. يلا بينا. نبدأ بسم الله الملحمة دي. ده طاجن لحم بالبصل، ده طاجن عكاوي، وده ميكس جريل بيبقى لحم ستيك ومنبار وسجق تركي وكبدة. ده طاجن لحمة بالفريك، ده طاجن ملوخية سادة، وده ورقة لحمة، وده طاجن بيبو بيبقى لحم ستيك ملفوفة ومحشية فريك، وده رز بالكبدة، وده ربع مشكل بلية يبقى كفتة وكبدة ولحمة محمرين بلية. يلا بينا نبدأ بالطواجن. طاجن فريك باللحمة. اوه نولع نار. فريك، فريك حلو مستوي كويس. لحمة حلوة برضو بس ادلع شوية، وده مش عيب، ممكن تزود بقى ملح براحتك. ماشي، خش على طاجن بيبو. طاجن بيبو ده بيبقى لحم ستيك ملفوف، اوبا، وجواه فريك. شوف الستيك عاملة ازاي. اوه طبعا بالصلصة والبصل، تخديعة بتاعت الحاجة. بموت في المطاعم الشعبية دي، احسن استقبال واحسن معاملة، ناس قمر. اوبا اوبا، شوف شكله من جوه، حوار. عاوز ده جريمة في حق الإنسانية، ده ملوش حل. التسبيكة حلوة قوي واللحم مستوية كويس جدا، والفريك جواها على عكس طاجن الفريك، كان طاجن الفريك ناشف شوية الفريك، بس أنا قلت عشان الفرن فطبيعي، هنا بقى الفريك دايب واخد من التخديعة اللي جوه دي. حوار تحفة تحفة، جامد قوي ده. أول مرة ألاقي حد عامل ستيك وحاشيه فريك وعامله طاجن، ما شفتهاش قبل كده دي. ده دولي. خش على الملوخيه قبل ما تبرد. عيشك كان جميل. بصوا بصوا، ما دخلتش مطعم شعبي ولقيت العيش مش طازه، عمرها ما حصلت. بصوا العيش صغير بس قمر ازاي. يا ترى يا برنس في حد يغلبك في الملوخيه ولا برضه هتفضل متربع على عرش الملوخيه في مصر؟ هذا هو السؤال سيداتي انستي سادتي. يا رب. ملوخيه جميله والطشه بتاعتها باينه فيها قوي وعايمه في السمنه، جميله. بس ما زال البرنس اقوى ملوخيه في مصر، مفيش حد عارف يغلبه البرنس في الملوخيه. اللي بعده بس احنا عايزينها جنبنا دي. لا مش انا، خليكي جنبي. عايزها جنبك؟ اه نقنق فيها كده. اه ماشي. خش على ورقه اللحمه. ورقه لحمه بالطماطم والبصل والتخديعه. شوف يا بيه،
لا رهيبه، لحمة طريه جدا، والتغذيه بتاعت الطماطم والبصل معاها دي ضايفه لها تسبيكه جامده قوي، طعمها تحفه تحفه. الله 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 عظيمه. طب نخش على طول في مشكل بليه ده، كفته حلوه قوي، لحمه حلوه قوي برده، كبده حلوه برده مش ناشفه، كله حلو مش جاف، بس مش واضح فيه طعم الليه قوي، اللي بيتضايق من الليه مش هيحسها فيه اصلا. حلو قوي حبيبي. طول ما تعمل الشعبي وحلاوتها، حد قاعد بيقول رايه بمنتهى الصراحه والامانه، والراجل لازق فيا جنبي وشايفني وانا بتكلم بقول ده عاجبني وده مش عاجبني قوي ولا اي حاجه. ناس محترمه، حبيب قلبي حبيب قلبي والله حبيب قلبي. الناس اللي واثقه في شغلها، قلت لكم قبل كده ما تترعش من الكاميرا. ملوخيه بقى دي ايه، تفضل جنبي كده طول الطلعه لمزمز فيها. خش بقى على ايه، ميكس جريل ده منبار حلو، تابلو حلوه، القشرة اللي بره دي حاجة تبقى كرانش اكتر من كده سنة صغيرة، بس انما تحفة حلو قوي. سجق تركي سجق رفيع خالص، حلو قوي قوي، فرمته نظيفة جدا ومشوي على الجريل جميل. كبدة الميكس جريل ده احلى بكتير من المشكل بلية. البصل والطماطم المحطوطين بالتخديعة دي ضايفين للطعم جامد جدا جدا حبيب قلبي. طب جربنا السجق والكبده، لحم ستيك بقى يا لهوي. بصوا دسمه جدا، حلو قوي زي ما قلت لكم، ده اجمد بكتير من المشاكل بالليه، تحفه. خش على الرز بالكبد، جامد جدا جدا، رز حلو مش معجن، بس لو الدهون زادت عن كده يبقى احلى بكتير. وطبعا الكبده فوق ايه تحفه، جامد قوي قوي. انا سعيد. ميه الويسكي اخر مره عند الربيع وقعت على الترابيزه، نلحقها بقى قبل ما تطير. امسك كويس، امسكه كويس، سعادتك امسكه كويس. فين الشطه يا عم؟ ما فيش اصلا. لا في. جميله جميله. وابدا ايه ده عكاوي. طب نعمل حاجه حلوه كده، ناخد ملوخيه بتوع الرز بالكبد، نطلع بحاجه ثالثه خالص. احنا عايزين برنس، ايه الحلاوه دي؟ خش على العكاوي، طلع بس عشه نمسكها بيها عشان هتسلخنا. شوف يا بيه، العكوة عاملة ازاي؟ طماطم وبصل يا ناس شفتوا حلاوته يا ناس. العكوة لحمتها بتشد، مش حاجة وحشة، هي تمضغ معاك مع البصل والطماطم حلو قوي. وطبعا كالعادة خلص خالص اقول لكم اجمد حاجات. خش على اللحم بالبصل، الطاجن اللي تاكله وتنام. شوية بصل كده حلوين يا ابني. اللحمة هنا مهرية خالص بقى، شوف اللحمة عاملة ازاي؟ بصل بصل مكرمل، واللحمة مارون جلاسيه، حوار حوار فظيع فظيع. طحينة لحم بالبصل عليه كده، خش كده خش كلك يا حبيب، البصل كده اضرب كده. بصوا الأول اللقمة شكلها عامل ازاي، حلو قوي قوي. خش على اللي بعده،
خش على المشويات. ده ربع ممبار مشوي، وده ربع طرب، وده حمامة محشية فريك، وده ربع كباب، وده ربع ستيك، وده ربع كفتة، وده ربع ريش ضاني، وده ربع نيفة. يلا بينا نبدأ بالحمام. تعالي كده. حمام حمرة ومليانة فريك، حلو قوي. بقى ايه حتة الصدر دي كده نقرشها. اللحم مستوي كويس جدا، والفريك طري وجميل. كل الفريك اللي جه بعد طاجن الفريك احلى من اللي جه في طاجن الفريك. ليه بقى؟ طاجن الفريك نشف سيكه في الفرن، الوش لما خد اتحمر وبتاع نشف الفريك شويه، نشفه شويه، حتى اللحمه اللي جوه الفريك كانت ناشفه. اللحمه اللي جت بعدها كلها طريه وجوسي وقمر. فالصراحه دول عاجبين اكتر بكتير من طاجن الفريك، تحفه. بار هو نفس التعليق، ان القشره دي محتاجه تنشف شويه تبقى كرانشي شويه، وتبقى معمول مشوي، فالقشره دي في المشوي بتطرى جامد جدا غير لما بتقلي. بتقلي بتنشف شويه بتديله كرانشنس كده، يعني اخش بيبقى احلى بكتير. بس اذواق. خش على المشاوي بقى. رغيفك طحنتك يعني كده. ايوه نبدا بالنيفه. حط النيفه. حلوه حلاوه، حلوه حلاوه. وحاطين معاها تسبيك الطماطم، عاملينها بطريقتهم هم، بدماغهم هم. حلوه قوي الطحينه. ده بابا غنوج. هو مفيش طحينه؟ ده بابا غنوج والله. طحينه بابا غنوج. ماشي ماشي، حلوه قوي. ومعموله بطريقه مختلفه عن اي مكان كنت فيه نيفا. اول مره اشوف نيفا بتسبيك الطماطم كده. بصوا حلو قوي. طيب طرب، انا اعشقك، انا احبك حبا، الفك لفا. انا مش حلو ليه؟ الطرب الناشف سيكه. الطرب المفروض بيبقى دهونه اكتر من كده بكتير، مبقاش جاف كده. هو جاف مش احسن حاجه. كباب. الكباب الكباب لو خليه عيش الكباب. هاتولهم كباب. حلو قوي. طري والشوية فيه باين، جميل جدا. اخد بق ويسكي. خش على الكفته. صوص بقى الكفته. جميلة جميلة جميلة. حبتها طرية والشوي فيها جميل برضو، تحفة. دي حاجة عجيبة. كفتة طرية وجميلة، ليه الطرب جه ناشف؟ خش على الستيك. على عكس الميكس جريل بقى، ده جاي هنا ناشف سنه، فعجبني اكتر بالميكس جريل. ما كانش ناشف، كان جوسي، وبالتسبيكه اللي عليه دي كان طعمه احلى بكتير. هنا ناشف سنتين. خش على العشق بقى، الريش. بصوا الحلاوه، شكلها عامل ازاي؟ حلوه قوي برضه، قوي قوي. حلو، بس اللحمه دهنها مش زياده. انا بحب الريش دايما تبقى دهنها زياده، لو دسمه اكتر من كده، لو نوع الريشه مدهنين اكتر من كده في الشوي تبقى احلى بكتير. خلاويص خلاويص، اقول لكم بقى الخلاصه. الاكل كله جامد، بس الحاجات المميزه قوي اللي ما ينفعش تفوتوها طاجن البصل وطاجن بيبو والميكس جريل وورقه اللحمه. دول اجمد اربع حاجات في الموضوع كله. تحفه 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 تحفه، ملهمش حل. المشويات كباب وكفته اكتر حاجتين عجبوني فيها. بس كده، ايه دي كانت طلعت الاسبوع ده.
عجبك الطلعة شير لايك القمر وعشان سبسكرايب سمحت عمل سبسكرايب فعلوا بتاعي شكرا كحيوة نزلها وبول حد الأسبوع الجاي إن شاء الله في أسبوع جديد وطلعة جديدة أشوفكم على خير. Every single day.